عمر ساعتك انت مسجل يا ابني. لا حضرتك بص، انا خلت ربنا طبيعي، انا مرشد حضرتك، بس محدش يعرف. خش جوه في الحاره هتلاقي كل انواع الرذيله موجوده في المكان جوه، هتلاقي اوسخ من وساخ، اوسخ حاره على مستوى الخريطه بتاعت مصر موجوده هنا. وعندك واحد جزار، واخد بالك انت برضك، لسه واخد دلوقتي حالا واحد راجل زبون وحاطه في قلب الثلاجه وهيبيعه ويبيعه ورشق له التسعيره ب 90 جنيه في الحته الحساسه. ايه الحته الحساسه دي؟ الحته الحساسه في نص البطيخه. وعندك الست اللي جايه اللي شبه عنتره بن الشداد دي، بتبيع مانجو في قلب الكيس البلاستيك بتاع الخضار. حضرتك امسكوها ارموها في البوكس. فين بقى بيت المعلم حصل؟ بيت المعلم حصل حضرتك سيادتك دعاره بقى، وانت مالك اهلك ما ترد على طول؟ بص يا بنت الكلب، وليته البلد. فين بيت المعلم حصل؟ وساخه وماله البلد دول حضرتك. رابع عماره على ايدك الشمال. طب خلاص دور. يا ربي ربنا يكرمك ويجعلك في كل خطوه ناس وسخه. الدعم في خدمه السلطه. طب بوزه لما كان نفسي ادخلك يا جامعة الزنجرية، بس هنعمل ايه بقى؟ الحاضر والنصيب. انما انا دلوقتي متخرج ومعايا الشهادة الكبيرة وبقيت اكبر عاطل فيك يا مصر. مطول اخبار يا رابع؟ يا رابع هادي اعراب عدس اهرام اخبار جمهورية. يارا البيتا يارا البيتا، قول لحضرتك ايه؟ هو انا ينفع اخش جوه الجامعه وابيع جرايد؟ طبعا ينفع، انت مواطن مصري. اه ليك حق في البلد دي، ليك في الجامعه، في النيل، في الهرم، في المترو. عشان كده لازم يبقى في بيننا تداول للسلطه بشكل متوازن، انت فاهم؟ لازم نقف مع بعض عشان نعرف نواجه. من حق كل مواطن في البلد دي ان هو يتعايش كيفما شاء، اينما شاء، وقتما شاء. هو حضرتك جابت انقاذ ولا ناديمون؟ شايفينكم. شايفينكم. شايفيننا؟ مين؟ احنا. انتوا بتكونوا عصابه جديده اسمها شايفينكم. تنظيم. تنظيم سري؟ لا لا لا، تنظيم علني. علني. طب طالما الفضايح كده، بص بقى، لو محتاج ملاتوف او قنابل ثمينه للدموع انا تحت امرك. شوف انت اللي انت عايزه ايه. مش احنا. مش احنا؟ دي جابت المعارضه؟ خلاص قعد مش احنا مع شايفينكم. واطلعوا بحلع في الخضر، الثعب يقعد مرتاح. اشوفك في الميدان في جحيم الله. كنت علي هنا، انت خدتني في طلبات كده، انا عايز اخش الجامعه ازاي؟ انت في الجامعه فعلا؟ ايه ده؟ معقول انا في جامعه السنجريه؟ كويس خالص، يبقى كده اتفقنا ان في مجموعه عناصر اساسيه بيحتاج اليها الانسان حتى يشعر بالانتماء ويحس فعلا انه عايش جوه بلده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن ندردش دلوقتي مع بعض واسمع وجهة نظر كل واحد منكم، ايه هي العوامل اللي محتاج اليها الانسان حتى يشعر بالمواطنة. اتفضل. الحرية يا دكتور. جميل، الحرية. مين تاني؟ اتفضل. من حق كل مواطن انه يمارس حقه الانتخابي بالديمقراطية برضه يا دكتور. كويس جدا. اتفضلي. الانفتاح يا دكتور، لابد من الانفتاح على كل الحضارات وبدون قيود. تبادل ثقافات. كويس. المندهش اللي قاعد جنبك ده، ممكن تقول لنا وجهة نظرك؟ انت أنا ساعتك؟ ايوه انت. زملائك بيقولوا ان الانسان العادي اللي عايش في بيئة فقيرة وفي حي شعبي محتاج لعدة عوامل علشان يشعر بالانتماء داخل وضعه. في اللي قال الحرية والديمقراطية والانفتاح على ثقافات العالم الآخر. المواطن محتاج لإيه حتى يشعر بالأمان والانتماء لوطنه؟ أنابيب. سيبوه يقول وجهة نظره، اتفضل. احنا قلنا انابيب؟ انابيب، انابيب وبنزين وسولار وعيس والدائري بالليل. انت بتهرج؟ انا ما بهرجش، والله ده بيثبتوهم، ده بيثبتوهم رسمي على الدائري بالليل، ينزلوهم التاكسيات وروح حاطط لك السنجه وانت قاعد. انت طالب انت؟ اديني كارنيه. كلك مين يا عم؟ ده انا على باب الله بتاع جرايد. هي حصلت؟ باع جايلين جوه مدرجي؟ انت هيعمل لي فيها صاحب ملكي يقول لي امشي اطلع بره. بقول لك ايه يا سيادة، تقول لي انفلات؟ يلا يا نهار اسود يا راجل، انا كلام فوق. انت هتقول لي اخبار يا رب جمهوريه؟ يلا يا رب البيت البيت. ها انا منكم بره بقى خلاص.
سعادة البرنس خليك كده حلو كده مددني كلها في هنا كده. انا جاي استلزق في قلب الجامع هنا بدل ما اتنطط بره فيه مظاهرات. عايز تنصت معايا قول لي ادفع لك ارضيه انما تقعد تزقني كده وسط الصنايعيه. يا دي انت سمعت قبل كده ان في حد دخل الجامعه بيبيع جرايد؟ حضرتك دلوقتي من حق كل مواطن ان يتوافق حيثما شاء. بعدين دلوقتي حضرتك الحكم بقى متوازي وبلدنا بقى فيه انفتاح واحنا بقينا مفتوحين. تمام يا فندم. بتوع خلال السبتيه اهو. احنا خلاص خلاص حضرتك لازم ما هو في ظلم واقع على خلاص كل دول تشيل بطايقهم على جنب وترميهم في الحجز لحد ما افضلهم وخد ده معاهم. مين ده حضرتك؟ يلا حضرتك يلا حبيبي يلا اما نشوف اخرتها ايه. خش يا غلباوي خش يا غلباوي مش عايزين نبطل على حد. عم فكري انت ايه اللي جابك هنا يا عم فكري؟ تفتح مش معقول انا مش مصدق عينيا. شفت انا قلت لك انا بلاش العيال اللي داخله وخارجه وطالعه عندك دي. شفت ادي اخره الحشو في المحشي. افتكر مع كام واحد من الغلمان. اسمعني كويس وما تفهمش غلط. انا اسمي الحقيقي سلطان الدهشوري. يعني انت مش عم فكري؟ ده انت شكله خالص. أنا كنت من أحسن شيفات في مصر. اشتغلت مع أمراء وملوك ورؤساء. كنت باخد منهم هدايا أبيعها وأجيب بيها ذهب. ضربت في البورصة قعدت سنين وربحت من البورصة أكتر من 7 مليون جنيه. ورماني حظ في الشغل على راجل كبير قوي. الراجل ده تتح بسلطته حط ايده على اراضي عينك ما تجيبش اخرها. وكان بيكتبها باسمي ويكتب عليا ورق ضد عشان يقدر يستردها وقت ما هو عاوز. وعلى حس الارض دي على حس الارض دي خد قرض من البنك باسمي. خد قرض قرض وهرب على بره. واول ما وصل هناك مات. مات؟ خلاص كده خلصت الحدوته؟ لسه. امال ايه؟ لبست انا. لبست؟ لبست القضيه. علشان كده جيت المنطقه عندكم هنا علشان الدايره فيها. في حد يبقى معاه 7 مليون جنيه والسخابه في المنطقه وسخه زي دي؟ اعمل ايه؟ ما انا ما كنتش اقدر افتح عيني في وشه. طب هسالك سؤال. فين الفلوس؟ اتمنص. الفلوس والورق عند بنت اخو الراجل. يبقى هي خدت الفلوس وكتمنص والورق ويا فلوس. ايه اللي هتبص لها اميره؟ ده انا مربيها على ايدي. دي عامله لي توكيل عام. هي عندها معرض عربيات؟ هتموتني باسئلتك دي. عامله لي توكيل عام يعني اتصرف في اي حاجه تخصها باسمي. لكنها فجاه اختفت. اختفت؟ ليه؟ في حد عزم عليها ولا حاجه؟ خد ده مفتاح شقتي. ايوه تقطع تجيلي باليد ولا ايه حضرتك؟ خد كمان امسك دول قرشين مشي نفسك بيهم. متقلقش ان شاء الله باذن الله هتلاقي الورق ده زينين براسك. يا رب يا ابني. اطمن وحط في بطنك مانجا عويسي. انا هقولك اكبر محاسب موجود في البلد وباذن الله اعدام واستئناف في نفس التوقيت الصيفي. اما ربنا يفرجها عليا من الضيقه دي هديلك 2. 2 ايه؟ خدها انا هديك 2 مليون جنيه من 7. ازاي من دي؟ كل اللي انا عايزه منك انت بس ايه؟ بس ايه؟ قطر قطر او اي خيط لأميرة حبي أنسي. اي خيط والله يا ابني. انا كل اللي قدرت اوصل له الميل بتاعها. ايه الجمله دي يا عم فكري؟ الله يهديك اهو. يلا يا حبيبي كل اللي بتاعتك منه بتاعته اطلع فوق. ايه يا حبيبي؟ اللغز العظيم. الله يا غلباوي. الحاجات دي انت معاك. ايه يا ابني؟ اللغز العظيم. ايه؟ اللغز العظيم.
فين؟ يلا يلا عايز اعرف اللغز ايه؟ اغلين اللغز ايه؟ يلا والله حلوه شقه عم فكري دي يا خير. وده ايه جايه دي؟ ده اسمه كمبيوتر يا خالي. ما ردتش عليا يعني بقولك ده ايه يا اخو؟ ده اسمه كمبيوتر. اه هو اسمه كمبيوتر. اه اشتغل دلوقتي هتشوف. بصراحه عم فكري انت بس انت ايه اللي خلاك بس ساكت لحد دلوقتي لما خلاص رجليك جت في المنص؟ تصدق عنده وصلت نت يا خالي؟ وبعدين ايه الحل دي؟ يعني عايز اعرف يعني هل قصده يعني هو يقول لك ايه الليل وعنده مثلا قرد عايز يوصى عليه؟ ده عنده كمان اكونت على السكايب يا خالي. بقول لك يا خالي عم فكري ده شكله حكايه. يا سلام. للاسف يا خالي ما عندوش غير كونتاكت واحد بنت اسمها. استنى هطلبها. الله ايه 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 اوه خلاص عمال تيري بكتيري بكتيري بك. انت مش شايفني انا سرحان في القضيه بتاعت عم سلطان؟ طب اعمل ايه في ساعتك انا؟ انت ما بتسيبش خالص يا ادي عملت لي صباع نفسي. حقك انا يا ناسي. انا هروح اذاكر مع اصحابي وريحك مني. ريحني مني وانت خلاص قاعد في بطني هتريحني منك. وشكرا على فلوس الكتب. العافيه وسخ. يا سلام انك عندها تونتك. الشقة دي مسكونة ولا ايه؟